الشابتر الجديد ده بنتكلم فيه على حاجة اسمها فوريه سيريز، متسلسلة فوريه. فوريه ده عبارة عن عالم فرنساوي زي لابلاس كده، له حاجات كتيرة وله إسهامات كتيرة في شغل الرياضة. بالنسبة لنا احنا هنا في الكورسات بتاعتنا هناخده في حاجتين اتنين. السنة دي إن شاء الله مع بعض هناخده فوريير سيريز، والسنة الجاية إن شاء الله والترم الجاي هناخد فوريير ترانسفورم زي لابلاس كده بس بطريقة مختلفة شوية. الفوريير سيريز ده عبارة عن إيه ببساطة كده شديدة؟ الفكرة بمنتهى البساطة إن هو بيقدر يعبر عن أي فانكشن بريودك، أي بريودك فانكشن، أي دالة تكرارية بيحاول يوصلها إلى صورة مجموعة لا نهائية من أبسط الدوال البريودك اللي إحنا عارفينها اللي هم الساين والكوزاين. نقول تاني، احنا عارفين ان اول دوال بريوديك احنا قابلناها في حياتنا كانت الترجنومتريك فانكشنز الساين والكوزاين وبقيه اخواتها التان والكوتان والكلام ده. واحنا عارفين طبعا ان بقيه الدوال التان والكوتان والسيك والكوسيك كلهم اصلا مشتقين من مين؟ من الساين والكوزاين. يعني انت لما حبيت تجيب التان قلت انها ساين على كوزاين، لما جينا نجيب السيك قلنا انها واحد على كوزاين، جينا نجيب الكوسيك هي واحد على ساين وهكذا. يبقى ده معناه ان الاصل اللي موجود عندنا هم الساين والكوزاين. فالفكره دلوقتي ان البريودك فانكشنز او السيجنلز اللي بتتكرر كل شويه، عندي اشاره معينه داخله على اي سيستم وبتتكرر خلال فتره معينه، ممكن تكون الاشاره دي بتتكرر لكنها مش على صوره الساين والكوزاين. الفكره ان اسهل الدوال اللي بنتعامل معاها واللي السيستم بيعرف يقراها انها تكون ساين وكوزاين. فاول حاجه حضرتك بتعملها علشان تقدر تعمل اناليسز للاشاره اللي موجوده معاك انك انت تحولها الى ابسط صوره ممكنه. بمعنى ان حضرتك دلوقتي لو بتتكلم على الحاجات الالكترونيكس مثلا بالنسبه لنا، انت بتبقى شايف على الكمبيوتر طالع قدام عينيك الجرافيك عامل ازاي، الصوره عامله ازاي، الاوديو عامل ازاي، الفيديو عامل ازاي، تمام. لكن الكمبيوتر بالنسبه له ما بيفهمش الكلام ده الا دوال بالنسبه له لوجيك واحد وصفر، هل انا عندي فولتج داخل ولا ما فيش فولتج. فنفس الكلام بالظبط، انا لو عندي سيجنال وعايز اتعامل معاها ما بقدرش اتعامل معاها على طبيعتها، لابد احولها الاول عشان اقدر اعمل لها اناليسز او ما يطلق عليه سيجنال اناليسز او سامبلنج. لازم احولها الاول الى ابسط صوره ممكنه من الدوال اللي يقدر السيستم بتاعي يفهمها اللي هم الساين والكوزاين. فجه بقى الفوريير سيريز ده ازاي يقدر يحول اي بريودك فانكشن ايا كانت طبيعتها الى مجموعه لا نهائيه من الساين والكوزاين. وعلشان نقدر نعرف الكلام ده لازم الاول نعرف حاجتين رئيسيتين قبل ما نتكلم عليه. اولا نفتكر مع بعض يعني ايه بريودك فانكشنز، اتنين نبدا نعرف ايه الانواع اللي ممكن تقابلنا خلال البريودك فانكشنز، تلاته ايه بقى هي القوانين اللي من خلال معرفتي بالبريودك فانكشنز ازاي احولها الى صوره الساين والكوزاين. تعالوا نبدا نفتكر مع بعض كده يعني ايه بريودك فانكشنز او الدوال التكراريه. سيمبلي كده ببساطه هي دوال بتكرر نفسها كل فترة زمنية معينة بنسميها البريود، وبتاخد رمز بالنسبة لنا اسمه تي كابيتال. يبقى هي عبارة عن فانكشن بتتكرر بنفس الصورة بتاعتها بالظبط نفس الشكل كل فترة زمنية مقدارها تي كابيتال، كل 2 كل 4 كل 8 كل باي كل سالب كل 4 باي على حسب الفترة اللي هي بتكرر نفسها فيها. وبيبقى الشكل الرياضي بتاعها بنقول كده اف اوف تي زائد تي كابيتال بيساوي اف اوف تي. معناها ان الفانكشن بعد زمن مقداره تي كابيتال اللي هو البريود بتساوي نفسها، يعني بتبدا تكرر نفسها مره ثانيه. الاكزامبلز اللي موجوده عندنا بعض الاشكال بالنسبه للبريودك فانكشنز اهي، عندي فانكشن زي دي اللي مرسومه بالاسود زي دي عباره عن مثلا داله المقياس خلال فتره معينه اسمها تي، وليكن مثلا ممتده من ناقص 2 لغايه 2، يبقى البريود بتاعتها مقدارها 4. هتلاقي نفس الرسمه دي بالظبط بتتكرر في الجزء الموجب وبتتكرر في الجزء السالب في نفس الفتره الزمنيه. عندي دي 4 يبقى هلاقي نفس الرسمه، كل 4 يبقى من 2 لغايه 6، من 6 لغايه 10، من 10 ل 14 وهكذا في الجزء السالب. فالشكل اللي قدامي ده بيطلق عليه ايه؟ بريودك فانكشن، على الرغم ان هو مش ساين ومش كوزاين ومش تان ومش سيك ومش الكلام ده، لكنها بتمشي بنفس الفكره، شكل رئيسي وبيتكرر معايا كل نفس فتره زمنيه مقدارها التي. مثال تاني، الفانكشن اللي موجوده قدامي دي عباره عن الداله الخطيه اللي هي اسمها تي، موجوده مثلا من اول ناقص باي لغايه باي. يبقى البريود اللي موجوده فيه الداله الرئيسيه اسمها 2 باي. هتلاقي نفس الرسمة اللي موجودة معاك بتتكرر بنفس الصورة كل 2 باي، يبقى الرسمة الجديدة من باي لغاية
3 باي، اللي بعدها من 3 باي تقفل لغاية 5 باي، والناحية التانية من ناقص باي لغاية هنا سالب 3 باي، وهكذا على الامتداد بتاع الدومين بتاعك من ناقص ما لا نهاية لغاية ما لا نهاية. كمان واحدة صورة زي دي، دي عبارة عن دالة، عبارة عن سيجنال أو فانكشن ليها تعريفين اتنين. الرسمة الرئيسية بتاعتها عبارة عن دالة خطية، خط مستقيم مثلا من أول الصفر لغاية 4، ومن أول 4 لغاية 8 هو عبارة عن خط ثابت. الشكل الرئيسي اللي بيتكرر معاك هو الشكل ده. رسمته الأولى عبارة عن خط مستقيم مايل من 0 ل 4، والتاني خط مستقيم أفقي من 4 ل 8. يبقى الشكل الرئيسي بتاعك هو ده، وبيبدأ يتكرر في نفس الفترة الزمنية بالظبط. إذا كان ده بيبدأ من 0 ل 8 يبقى البريود مقدارها 8، هتلاقي الرسمة اللي وراها تبدأ من 8 وتقفل عند 16، الناحية التانية من أول الصفر هنا وتقفل عند ناقص 8، وبتكمل كمان يبقى ناقص 16، ناقص 24، ناقص 32، وهكذا. خلاص؟ يبقى نقدر نتفق دلوقتي ان البريودك فانكشن دي هي عبارة عن اي سيجنال او اي فانكشن ليها دومين رئيسي وبتبدأ تكرر نفسها خلال فترة اسمها بريود او تي. الشكل الرياضي بتاعها اف اوف تي زائد تي كابيتال بيساوي اف اوف تي. لما اجي اقول لحضرتك مثلا ان انا عندي فانكشن اف اوف تي زائد 2 باي بتساوي اف اوف تي، تفهم من كده ايه؟ ان الفانكشن اللي انا هبدا اقولها لك بعد شويه هي فانكشن بريودك، وال2 باي اللي هنا او ال2 باي اللي هنا تمثل بالنسبه لك ايه؟ البريود. يعني معناها ارسم فانكشن خلال فتره اسمها 2 باي انا هديها لك، وامسك نفس الرسمه اللي معاك كررها على اليمين وكررها تاني على الشمال. لو انا جيت قلت لك انا عندي اف اوف تي زائد 4 بتساوي اف اوف تي، يبقى ده معناها ان الاف اوف تي السيجنال اللي انا هقول لك التعريف اللي جاي بتاعها هي عباره عن بريوديك فانكشن، وهتكرر نفسها كل فتره مقدارها كام؟ مقدارها 4. خلاص؟ ده معنى الفانكشنز البريوديك اللي احنا هنبدا نتعامل معاه. طيب ايه هي الانواع اللي احنا ممكن نتعامل معاها مع البريوديك فانكشن؟ هي نفس الانواع الطبيعيه اللي احنا بنتعامل معاها مع اي فانكشن حتى لو ما كانتش بريودك. الانواع الرئيسيه اللي عندنا تايبس اوف بريودك فانكشنز، وانت بتتعامل معاها في عندنا 3 انواع ما فيش غيره. النوع الاولاني ان الفانكشن بتاعتك تكون ايفن فانكشن، داله زوجيه. النوع الثاني انها تكون اود فانكشن، داله فرديه. النوع الثالث والاخير انها تكون لا زوجيه ولا فرديه، نايذر ايفن نور اود، داله زوجيه دالة فردية. الدالة دي لا زوجية ولا فردية. ركز معايا بقى بعد اذنك. حضرتك ايام لما اتعاملت مع الفانكشنز ايام ما كنت في الاعدادية وفي الثانوية كنت بتقدر تتعرف على الفانكشن الزوجية والفردية واللا زوجية واللا فردية باختبار جبري بسيط جدا، اللي هو حضرتك كنت بتعمل ريبليسمنت، بتعمل عمليه استبدال لكل اكس في الفانكشن اللي معاك وبتحط مكانها ناقص اكس، مش كده؟ وبتشوف اذا كانت الفانكشن بتاعتك لما شلت كل اكس جواها، انا ما بحبش الصوت، الدوشه اللي هتحصل عشان الكويز بمنتهى البساطه انا ممكن الغيه. لو حضرتك جيت استبدلت كل اكس وحطيت مكانها ناقص اكس وشفت الفانكشن الجديده، لو طلعت معاك نفس الفانكشن الاصليه بدون اي تغيير وبدون اي زيادات كنت بتقول ساعتها ان الاف بتاعتك تعتبر داله زوجيه. ولو جيت شلت الاكس اللي معاك وحطيت ناقص اكس وطلعت معاك نفس الفانكشن بس في اشاره زياده، يبقى ده معناه انها كانت داله فرديه. ولو طلع الناتج اللي معاك ولا كده ولا كده، يبقى ساعتها كنت بقول الفانكشن لا زوجيه ولا فرديه، نايفر ايفن نور اود، مش كده؟ كمثال لو انت عندك فانكشن اف اوف اكس بتساوي اكس سكوير،
لما كنت بتشيل كل اكس وتحط مكانه ناقص اكس، الفانكشن دي كانت تدي لك زوجيه ولا فرديه؟ زوجيه. لو انا معايا اف اوف اكس بتساوي تام اكس، لما كنت بشيل كل اكس واحط مكانها ناقص اكس فكان بيديني سالب التان، يبقى الداله بتاعتي دي داله ايه؟ فرديه. لو انا عندي اف اوف اكس بتساوي اي اس اكس، شيل كل اكس وحط مكانها ناقص هيطلع لك اي اس ناقص اكس، ولا هي نفس الفانكشن ولا في اشاره بره مضروبه، يبقى الداله اللي قدامك دي لا زوجيه ولا فرديه. الكلام ده وانت بتتعامل فيه مع الدوال العاديه اللي هي الدومين بتاعها معروف وما بتتكررش. لكن لو احنا بنتكلم على بريودك فانكشن الاختبار ده ما ينفعش معايا. امال انا هتعامل مع الداله الزوجيه والفرديه ازاي؟ من خلال الجراف بتاعها، من خلال الرسم. ازاي نقدر نعرف ان الفانكشن بتاعتي هتكون زوجيه؟ ان هيبقى في عندك سيمتري، في عندك تماثل ما بين محور الواي، هتلاقي اليمين زي الشمال، يعني هلاقي كده عندي فانكشن مرسومه بالصوره دي كده وبتكرر نفسها يمين وشمال بالوضع ده. فهتلاحظ دلوقتي ان محور الواي بالنسبه لنا عامل بالظبط زي المرايه، المنطقه اللي موجوده معانا على اليمين زي المنطقه اللي موجوده معانا على الشمال، منطقه هي موجوده عندي على اليمين زي المنطقه اللي موجوده عندي على الشمال. يبقى طالما لقيت سيمتريك اباوت الواي اكسس، في عندك تماثل حوالين محور الواي، يبقى ساعتها بقول الفانكشن بتاعتي ايه؟ زوجيه. يبقى دي بتكون متماثله حول محور الواي، تمام؟ طيب بتعرف بقى انها داله فرديه ازاي؟ اذا كانت الفانكشن بتاعتك المره دي متماثله حوالين الاوريجن، حوالين نقطه الاصل، الجزء اللي موجود عندك في اليمين متماثل الناحيه الثانيه حوالين نقطه الاصل. ازاي؟ مثلا عندي فانكشن كده، الصوره اللي موجوده معاك دي دلوقتي للفانكشن اللي بتتكرر، هتلاحظ ان الجزء اللي على اليمين عباره عن مستطيل موجود كده في الجزء الموجب، الناحيه الثانيه في واحد زيه بالظبط لكن فين؟ فانت دلوقتي هتلاقي في سيمتريك حوالين مين؟ حوالين الاوريجن. طب كمل، هتلاقي المنطقه اللي موجوده معاك هنا عباره عن مربع او مستطيل كده موجود في تحت في الجزء السالب، الناحيه دي موجود في الجزء الموجب. يبقى انت عندك المره دي الفانكشن بتاعتك فيها تماثل برضه، لكن التماثل ده حوالين نقطه الاصل او الاوريجين. يبقى انت لو لقيت الفانكشن بالصوره دي متماثله حوالين نقطه الاصل، يبقى ساعتها بقول ان الفانكشن بتاعتي تعتبر فانكشن ايه؟ فرديه. طب الاخيره بقى بنفس المنطق، اذا انا عرفت ان الفانكشن الايفن بتحصل من التماثل حوالين محور الواي، والتماثل الاود بيحصل من التماثل حوالين الاوريجين، يبقى الداله لا زوجيه ولا فرديه هتحصل امتى؟ إذا ما كانش في تماثل خالص، ولا في تماثل حوالين محور الواي ولا في تماثل حوالين الأوريجين، زي دي كده مثلا. الفانكشن اللي قدامك دي برضه يطلق عليها انها بريودك، لان في عندك وحده معينه بتتكرر على طول الدومين الموجب والسالب. لكن هل دلوقتي نقدر نقول ان الجزء اللي على يمين محور الواي زي اللي على الشمال بالظبط على طول؟ لا، يبقى ما فيش تماثل حوالين الواي، يبقى الداله دي مش زوجيه. هل انا شايف الجزء اللي على يمين الواي في الموجب في واحد زيه الناحيه الثانيه في السالب؟ لا، يبقى هنا المره دي مفيش تماثل حوالين محور الواي ولا تماثل حوالين الاوريجن، يبقى اللي قدامك دي داله ايه؟ لا زوجيه ولا فرديه. ماشي كده؟ يبقى خلاصه الموضوع ان انت وانت بتتعامل مع البريودك فانكشن في منها ثلاث انواع، زوجي فردي لا زوجيه ولا فرديه. ما بحددش النوع بتاع الفانكشن الا من خلال الرسمه، ومش بس الرسمه، ده لازم الرسمه واكررها، لازم ارسم الرسمه واكررها كمان، ولما تتكرر ابص على الفانكشن نفسها بعد الرسمه، انا شايف نوع التماثل عامل ازاي؟ حوالين الواي تبقى ايفن، حوالين الاوريجن تبقى اود، مفيش كده ولا كده، يبقى الفانكشن بتاعتي لا زوجيه ولا فرديه. كمثال بسيط،
لو انا قلت لك ان انا عندي، عشان تفهم فكرة انك انت لازم تكرر، لو انا قلت لك ان انا عندي f of t بتساوي t تربيع، اسمها ايه؟ t تربيع، t سكوير. وقلت لك ان الفانكشن دي هي عبارة عن فانكشن الدومين بتاعها بيبدأ من فترة 0 لغاية باي، الفانكشن اسمها تي سكوير وموجودة من اول الزيرو لغاية الباي، وقلت لك ان اف اوف تي زائد باي تساوي اف اوف تي، دي من غير الشرط ده، دي عبارة عن فانكشن عادية وهرسمها بس خلال الدومين من صفر الباي وهقطع الباقي. لما اقول لك ان اف اوف تي زائد الباي بيساوي اف اوف تي، معنى كده ان الفانكشن اللي فوق اصبحت فانكشن بريودك وهتكرر نفسها كل فترة مقدارها ايه؟ مقدارها باي. لو حضرتك اعتمدت على معلوماتك القديمة من نوع الفانكشن كنت هتقول ان التي سكوير دي دالة نوعها ايه؟ زوجية، مش كده؟ لا، بما ان دي بريودك ما تحكمش على الفانكشن زوجية ولا فردية الا لما ترسم وتكرر. طب تعالوا نشوف، لما هنيجي نرسم الفترة الرئيسية بتاعت الفانكشن بتاعتنا هنرسم كده. عايز ارسم الدالة التربيعية، انا عارف ان تي سكوير المفروض تترسم كده، دي تي تربيع برابلة. طب انا عايز جزء منها بس خلال الدومين من كام لكام، يبقى انا عايز الحتة دي واقطع الباقي. دي الرسمة الرئيسية خلال الدومين بتاعنا اللي مقداره ايه؟ باي. هنا بيقول لي انها بتكرر نفسها، ادي كده البريود بتاعتها بتكرر نفسها بنفس الصورة كل فترة مقدارها باي. يعني مطلوب من حضرتك تمسك الرسمة اللي قدامك دي وتعمل لها كوبي بيست يمين وشمال بنفس الصورة بالظبط خلال الفترة اللي مقدارها باي. فتيجي تعمل ايه؟ تيجي من نهاية كل فترة من اليمين والشمال وتاخد الرسمة كوبي بيست بالظبط. بمعنى الرسمة اللي معايا عبارة عن كيرف بادية من تحت وطالعة فوق، من نهاية البريود الأولانية هنرسم نفس الكيرف أهو لغاية كام؟ 2 بار. نكرر تاني، هاخد نفس الرسمة وأحطها هنا، أقوم بادئ من تحت ونكررها لغاية 3 بار. ولما نكرر الناحية التانية هاخد نفس الرسمة ووديها الناحية دي، من النهاية هبدأ من فوق كده لغاية ناقص بار، هاخد الرسمة دي وأكررها تاني ناقص 2 بار. يبقى أنا أخدت الوحدة الرئيسية اللي معايا اللي هي خلال الباي، اعتبره كصندوق كده، خد الصندوق ده وكرره على اليمين، واحدة يمين 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 يمين، وكمان مرة فين؟ في الشمال. اتفضل. الدالة نفسها ايه؟ ما هو من زيرو الباي، أنا مش عايز غير من زيرو الباي. عند الباي هي الدومين بتاعها من صفر الباي، الفانكشن بتاعها باي تربيع. ماشي؟ ايه اللي باي على فين؟ باي على 2، دي باي اهي. لا، دي الباي، هاخد الرسمة واكررها يمين وشمال. نفس الرسمة تاخدها يمين وتاخدها شمال. بص بقى على الرسمة دلوقتي بعد ما رسمتها وكررتها. الصورة دلوقتي حضرتك شايف تماثل حوالين محور الواي، اليمين زي الشمال؟ لا. طب انت شايف تماثل حوالين الاورجن؟ برضو لا. يبقى على الرغم من ان التعريف الرئيسي للفانكشن كانت دالة زوجية، لكن لانك بتتعامل معها دلوقتي كفانكشن بريودك حضرتك بتبص عليها توتال بعد لما ارسمها واكررها يمين وشمال، فاصبحت دلوقتي ولا فيها تماثل حوالين محور الواي ولا فيها تماثل حوالين الاوريجن، يبقى الفانكشن اللي موجوده معاك دي تعتبر لا زوجيه ولا فرديه. يبقى دي لا زوجيه ولا فرديه، neither even
نور اول. طب واحدة كمان، لو انا قايل لك اف اوف تي بتساوي صوت لو سمحت بيقول لي كده، خد بالك لو سمحت. عندي اف اوف تي هي عباره عن فانكشن ليها تعريفين اتنين، بتساوي 2 تي ناقص الباي في الفتره من صفر الباي، وبتساوي 3 باي ناقص 2 تي في الفتره من باي لغايه 2 باي. لو انا سكت على كده وقلت هي دي الفانكشن، يبقى دي عباره عن فانكشن مرسومه بس خلال الفتره من صفر ل 2 باي ومش عايز الباقي. لكن هاجي ازود لك واقول لك كده، يبقى ده معناها ايه دلوقتي؟ ان التعريف اللي فوق مع الجزء اللي تحت بيقول ان الفانكشن اللي قدامك دي اصبحت بيريودك فانكشن، والبريودك فانكشن دي فترة التكرار بتاعتها او البريود بتاعتها مقدارها كام؟ هي الفترة اللي بتكرر نفسها فيها اللي هي كام؟ 2 باي. يبقى انت هترسم الرسمة الرئيسية وتاخدها كوبي بيست كل 2 باي، من اول 2 باي 4 باي 6 باي 8 باي وهكذا حسب التعريف اللي موجود معايا. طب الفانكشن اللي موجودة معايا هتبقى زوجية ولا فردية ولا لا زوجية ولا فردية؟ برضو اكرر تاني، لو حضرتك اعتمدت على معلوماتك القديمه هتلاحظ ان الفانكشن اللي اسمها 2x ناقص الباي، بلاش تي، 2x ناقص الباي، زوجيه ولا فرديه؟ لا زوجيه ولا فرديه، الاكس هي اللي زوجيه هي اللي فرديه، لكن 2x ناقص الباي لا زوجيه ولا فرديه. ده لو انت اعتمدت على التعريف الرئيسي، لكن لو انت اشتغلت عليها كانها بريودك فانكشن الموضوع هيختلف تماما. تعالوا كده نشوف، ادي الرسمه بتاعتنا بالمحاول تي اف اوف تي. تعال نرسم الفانكشن بتاعتك مقسومه نصين، الجزء الاولاني مرسوم من صفر الباي، هي الفانكشن دي التعريف ده عباره عن داله نوعها ايه؟ للمره الاخيره انا مش عايز صوت، اللي جاي علشان الكوز يتفضل يطلع بره ويجي لي الساعه 9:30، انا ما بحبش صوت اثناء الشغل، اخر تحذير. فانكشن اسمها 2 تي ناقص الباي، الفانكشن دي نوعها ايه من انواع الدوال؟ داله ثابته ولا داله خطيه ولا داله تربيعيه ولا داله نوعها ايه؟ داله خطيه. والخط المستقيم علشان حضرتك ترسمه محتاج له نقطتين اتنين، مجرد عمليه تعويض عند البدايه والنهايه. لما نحط التي بصفر هنا يبقى الفانكشن دي مقدارها سالب باي اهي. عند النقطة تي بتساوي باي بالتعويض يبقى 2 باي ناقص الباي بتساوي باي، يبقى ده معناه ان النقطة الثانية بتاعت الخط هي باي وباي اهي. يبقى الرسمة الأولى بتاعت الخط المستقيم اهو. ده الخط المستقيم الأولاني اللي موجود في الفترة من صفر لغاية الباي. اللي بعد الفانكشن الثانية اسمها 3 باي ناقص 2 تي، دي برضو عبارة عن دالة نوعها ايه؟ دالة خطية، موجودة خلال الفترة من باي ل 2 باي. يبقى كل اللي انا محتاجه تعويضتين اتنين، نقطتين اجيب بيهم الرسم. لما احط التي بباي يبقى 3 باي ناقص 2 باي تديني باي، يبقى هي نفس النقطة دي مفيش فيها عدم اتصال. هنا لما اجي احط التي بتساوي 2 باي يبقى 3 باي ناقص 4 باي فيديني سالب الباي، يبقى النقطة الثانية بتاعت الخط احداثياتها كام؟ باي و
سالب 2 باي، اسف 2 باي وسالب 2 باي، هنمشي 2 باي وننزل سالب باي اهي. يبقى الرسمه بتاعتنا اهي. يبقى الخط المستقيم الاولاني كانت النقط بتاعته لما احنا حسبناها كانت نقطه صفر وسالب باي، والنقطه الثانيه هي نقطه باي وباي. الخط المستقيم الثاني لما جينا حطينا النقط بتاعته كانت عباره عن باي وباي، والنقطه الثانيه 2 باي وسالب الباي. حطينا النقطتين بتاع كل خط ووصلنا، رسمنا الخط الاولاني ورسمنا الخط الثاني. الصورة اللي موجودة قدامك دي دلوقتي، هل تقدر تقول عليها إنها دالة زوجية أو فردية؟ ما أقدرش أحكم عليه، بس اوعى تنسى إن الفانكشن اللي موجودة معاك دي عبارة عن فانكشن إيه؟ بريودك. يبقى اوعى تحكم على نوعها زوجي ولا فردي ولا لا زوجية ولا فردية إلا لما ترسم وتكرر. خد الرسمة اللي موجودة معاك دي اللي هي زي التمانية كده، وارسم نفس الرسمة من صفر لغاية 2 باي خلال فترة زيها يمين وشمال. يبقى هاخد التمانية دي وهرسم من أول 2 باي لغاية 4 باي أهو، وعايز أرسم نفس الرسمة بالظبط، هتلاقي الرسمة كده. طب خد نفس حرف 8 اللي معاك ده أو الفي المقلوبة وديها الناحية التانية، يبقى هرسم خلال نفس الفترة اللي هي 2 باي بس هبدأ من صفر وارجع ورا، يعني لغاية سالب 2 باي، ونرسم نفس الرسمة بالظبط كوبي بيست، يبقى الرسمة بتاعتنا هتبقى كده. الرسمة الرئيسية اللي هي مرسومة بالأزرق، الريبيتيشن بتاعها أو التكرار بتاعها على الأقل واحدة يمين وواحدة شمال، ده التكرار على اليمين خلال الفترة من 2 باي ل 4 باي، التكرار على الشمال خلال الفترة من ناقص 2 باي لغاية الزيرو. لما تبص بقى دلوقتي للفانكشن بنظرة إجمالية على بعضها هي والتكرار بتاعها، الفانكشن دلوقتي حضرتك شايف سيمتري من أي نوع؟ تماثل حوالين الواي أو تماثل حوالين الأوريجن؟ تعالوا نبص كده، هنيجي من حوالين الواي بالظبط يمين وشمال، هلاقي على اليمين في مثلث بالسالب تحت وفي واحد زيه الناحيه الثانيه. هلاقي هنا من بعدها هلاقي في مثلث كبير موجود فوق وفي مثلث كبير كمان موجود فوق. يبقى انا شايف دلوقتي كان محور الواي عامل مرايه، لو طبقت على محور الواي كده هتلاقي الرسمه اليمين تنطبق على الشمال، يبقى الشكل اللي قدامك دلوقتي في سيمتريك ولا لا؟ في سيمتريه، وبالتالي بما ان التماثل ده حوالين محور الواي يبقى الفانكشن اللي قدامك دي فانكشن نوعها ايه؟ ايفن فانكشن. يبقى على الرغم من ان المعلومات الرئيسيه للتعريف الطبيعي للفانكشن اللي فوق بيقول انها نايذر ايفن نور اود ولا زوجيه ولا فرديه، لكن انت لما رسمت الاثنين مع بعض وكررت يمين وشمال طلعت في الاخر زوجية. الفانكشن دي على الرغم من ان التعريف الطبيعي بتاعها بيقول انها زوجية، لكن لما رسمت جزء الدومين اللي انا عايزه وكررته يمين وشمال طلعت لا زوجية ولا فردية. الخلاصة حضرتك لما بتتعامل مع بريودك فانكشن ما بقدرش احدد النوع بتاعها من مجرد المعلومات من الديفينيشن بتاعها، لازم ارسم وكرر يمين وشمال على الاقل مرة يمين ومرة شمال، ولما نرسم نبص بصة إجمالية، هل أنا شايف سيمتريك حوالين الواي؟ هل أنا شايف سيمتريك حوالين الأوريجين؟ ولا مفيش سيمتريك حوالين ده ولا ده؟ ومنها أعرف النوع بتاعي إيفن ولا أود ولا نايذر إيفن نور أود. ماشي؟ كل الكلام ده بقى أنا محتاجه ليه؟ هتعرف حاجة.
لا تكرارية بدلالة مجموعة لا نهائية من الساين والكوزاين. القانون بتاع الفورير سيريز بدون إثبات عبارة عن الـ F of T دي الـ given periodic function، دي الدالة البريودك اللي أنا هديها لك. لما تحب تعبر عنها بدلالة الساين والكوزاين بتبقى كالآتي، عبارة عن A node على 2 زائد سيجما، عداد معايا بيعد من أول N بيساوي 1 إلى ما لا نهاية، AN كوزاين زائد سيجما بنفس العداد BN ساين. ايه الرموز اللي موجودة معايا دي؟ تعالوا نفهمها مع بعض واحدة واحدة. اولا F of T دي ال F of T دي عبارة عن given periodic function، دي الدالة التكرارية اللي انا هديها لك. ممكن تبقى كده، ممكن تبقى كده، ممكن تبقى كده، ممكن تبقى اي حاجة من اللي اتكلمنا عليها من شوية. يبقى الـ F of T دي هتبقى given function أنا عايزك تعوض عنها بدلالة الساين والكوزاين. دي أول حاجة نعرفها. اتنين، N اللي موجودة معايا هنا الـ N ده عبارة عن counter، عداد بيبدأ يعد أعداد صحيحة موجبة من واحد لغاية ما لا نهاية. لما تحط ال N بواحد يبقى دي اسمها كوزاين باي تي على L، ال N باتنين كوزاين اتنين باي تي على L، تلاتة باي تي على L، أربعة باي تي على L، ده المجموع بتاعهم من أول واحد لغاية ما لا نهاية. يبقى ال N عبارة عن عداد بيبدأ العد من واحد لغاية ما لا نهاية. تلاتة، ال N اللي موجودة هنا وهنا دي عبارة عن نص البريد، بمعنى ان لو البريود اللي حضرتك بتتعامل معاها باربعة يبقى ال L باتنين، لو البريود اللي بتتعامل معاها باتنين باي يبقى ال L ببار، لو ال L بتتعامل معاها بتمانية يبقى ال L بتساوي اربعة. يبقى نقول تاني، ال F given، ال L نص البريود اللي انت بتشتغل عليها، اتنين باي او باي او ربع باي زي ما تكون، ال N ده عبارة عن كاونتر، عداد بيعد من واحد لغاية ما لا نهاية. خلاص كده؟ طيب بيقول لك بقى كل المطلوب في الموضوع ده انك هتلاقي ال F of T given، ال L حضرتك بتبقى موجود عندك البريود فانت بتقدر تستنتج منها ال L، الكوزاين والساين دولة عادية، وال N عبارة عن عداد انت عارف القيم بتاعتك. كل مشكلتك ايه دلوقتي؟ انك انت تقدر تجيب مجموعة الثوابت دي. انا عايز بس احسب ال A node بكام، الـ AN بكام، الـ BN بكام. مجرد ما حضرتك قدرت تجيب الـ A node والـ AN والـ BN عوض بكل واحدة في مكانها، يبقى كده حضرتك قدرت تجيب الـ Fourier series representation للـ periodic function. نقول تاني، يبقى المسألة دي معطياتها ايه؟ الـ periodic function F of T، وهكون مديلك الـ period اللي انت بتشتغل معاه. المطلوب انك انت تحط الـ F of T على صورة الطرف ده، كل الأجزاء معاك معلومة، الكوزاين والساين بتكتبهم زي ما هم، الـ N دايما بيعد من واحد إلى ما لا نهاية، الـ L وده نص البريود وبتكون جيفن. كل مشكلتك دائما وأبدا اعرف الـ A node بكام، اعرف الـ AN بكام، اعرف الـ BN بكام، يبقى هو ده الفورير سيريز بتاعك. فايدته إيه؟ هنعرفه لما نشغله بعد كده إن شاء الله مع بعض على الكمبيوتر. هوريكم الكلام ده جرافيك على الكمبيوتر إن شاء الله. ملحوظة بس كده بالنسبة لكم انتوا عشان كهربا، لو الـ F of T دي تمثل بالنسبة لك electric signal عبارة عن إشارة كهربية موجودة معاك، سواء كانت عبارة عن جهد بيتكرر، عبارة عن تيار بيتكرر، عبارة عن magnetic field بيتكرر، بيقولك ان الـ A node على 2 اللي هو الثابت اللي من غير ساين وكوزاين يمثل ما يطلق عليه الـ DC shift. حضرتك عارف ان اي دالة او تيار او جهد بتتعامل معاه نوعين مش كده، اللي هما دي سي واي سي. لو انت بتتكلم على تيار اسمه ساين يبقى ده ايه؟ عبارة عن اي سي. لو بتتكلم على تيار بيساوي 10 امبير يبقى ده اسمه، طب لو انت بتتكلم على تيار اسمه 10 زائد ساين، يبقى التيار اللي موجود معاك ده فيه جزئين اتنين، في جزء دي سي مقداره 10 وجزء كمان، فهو الجزء الاس دي سي اللي معاك هو الثابت اللي من غير الساين والكوزاين. خلاص، كل مشكلتك بقى الثوابت دي تيجي ازاي؟ الثوابت هتيجي كالاتي، كل الثوابت
الثلاثة الـ A نود الـ AN الـ BN هيتم حسابهم باستخدام حبيبنا التكامل. بس إن شاء الله التكاملات سهلة. هتتعمل إزاي؟ الثلاث قوانين تيبيكال زي بعض، واحد على N واحد على N واحد على N، حيث مين الـ N اللي معايا دي؟ نص البند. تكامل على الفترة بالكامل من ناقص L لغاية N، تكامل من ناقص L للN، تكامل من ناقص L للN. بمعنى هو مش أنا دلوقتي بقول إن الL معايا نص البريود، يبقى أقدر أقول إن البريود مقدارها قد إيه بالنسبة للN؟ 2. فأنا باخد المجال بتاع التكامل من ناقص L لغاية الN، الفرق ده كام؟ اللي هو يمثل بالنسبة لي البريود. نقول كمان يبقى انت التكامل بتاعك الثابت اللي بره واحد على ال واحد على ال واحد على ال، حدود التكامل اللي معاك بناخد الحدود بتاعه فتره واحده بس من الفانكشن بتاعك. بمعنى الفانكشن دي متعرفه من سالب 2 ل 2، يبقى انا هحط حدود التكامل من ناقص 2 لغايه 2. الفانكشن دي متعرفه في الصوره الرئيسيه من كام لكام؟ من سالب الباي لغايه الباي، يبقى هكتب الحدود من ناقص باي لباي. طب بالنسبة للفانكشن دي التعريف الرئيسي بتاعها من كام لكام؟ يبقى ساعتها حضرتك هتغير الحدود، بدل ما بقول من ناقص ال لل هقول من بداية لنهاية الفترة. يبقى بشكل عام كل التكاملات دي الصورة العامة بتاعتها بداية الفترة وهنا نهاية الفترة بتاعة التعريف. لو الفانكشن متعرفة في الجزء السالب والجزء الموجب هي دي الحدود، في الجزء السالب والجزء الموجب هي دي الحدود، لو كلها موجودة في الموجب أو كلها في السالب بتحط الحدود بتاعتها حسب بادية من كام ومنتهية عند كام. يبقى جميع الحدود بلا استثناء حسب البداية وحسب النهاية. افرض أنا مدي لك فانكشن التعريف بتاعها بدأ من أول 4 أو من 2 لغاية 6، يبقى الحدود اللي معاك هعمل التكامل من 2 لغاية 6. اديتك التعريف بتاعك من ناقص 3 باي لناقص باي، يبقى برضو هخلي الحدود تبدأ من ناقص 3 باي لغاية ناقص باي. واللي هيحصل هنا هيحصل هنا هيحصل هنا، متفقين؟ يبقى حدود التكامل العرض بتاعها أو مسافتها مقدار فترة كاملة حسب البريود اللي معاك، بتبدأ من كام وتنتهي عند كام حسب البداية وحسب النهاية. كمان بقى هكامل مين؟ f of t f of t f of t. لغاية دلوقتي التلات تكاملات تيبيكال زي بعض، الثابت اللي بره، حدود التكامل، الفانكشن اللي انت بتكاملها. طب ما كده يبقى التكاملات كلها زي بعض. هقول لك في اختلاف واحد، هكامل مين جنب ال f of t علشان ما ننساش. بالنسبة للA نود على حسب التعريف بتاعنا، هي الA نود جنبها حد؟ لا، يبقى حضرتك هتكامل الF of T بس. طب بالنسبة للAN اللي هنا جنبها مين؟ يبقى انت هتكتب الF كوزاين وتحسب الانتجريشن ده. الBN على حسب الفانكشن اللي موجودة معاك في التعريف، الBN جنبها مين؟ يبقى انت هتقول الاف في ساين. ماشي كده؟ تاني، يبقى كل التكاملات نفس الثابت نفس الحدود نفس الاف. لو عايز تجيب الاي نود هكمل الاف بس، عايز اجيب الاي ان هكمل الاف مضروبه في الكوزاين، عايز اجيب البي ان هكمل الاف مضروبه في ايه؟ في الساين. التكامل اللي فوق هيتحسب عادي، التكامل ده اف والكوزاين مضروبين، يبقى حضرتك هتعمله انتجريشن باي بارتس، التكامل ده هتعمله برضه انتجريشن باي بارتس. كده اصبح مطلوب من حضرتك كم تكامل؟ 3. كتير مش كده؟ طيب تعالوا نفتكر بقى معلومه صغيره اخذناها في اعدادي لما كنا بنشتغل على الديتيرمن او التكامل المحدود الديفينيت انتجريشن. افتكر كده معايا ان انت لما كنت بتعمل تكامل من ناقص A لA لأود فانكشن، التكامل ده كان محتاج حسابات؟
لا التكامل ده كان بكام؟ مش كده؟ لما انت بتكامل دالة فردية من ناقص رقم لموجب نفس الرقم التكامل ده بيساوي صفر. ولو انت بتكامل من ناقص ايه لايه لدالة even التكامل ده كنت ممكن تبسطه ازاي؟ اخد التكامل في الجزء الموجب واضربه في ايه؟ في 2. فاكرين الموضوع ده؟ لو انت عندك تكامل لدالة فردية ناتج التكامل بيساوي صفر طالما الحدود زي بعض والفرق إشارة. ولو انت بتكامل دالة زوجية يبقى هتلاقي التكامل بتاعك ده هاخد النص الموجب بس من صفر للجزء الموجب وقوم ضارب في 2. هنا بقى يبدأ فايدة النوع بتاع الفانكشن. تعالوا كمان نفتكر من ايام ما كنا في ابتدائي. انا لو معايا دالة فردية في دالة زوجية المحصلة، ولو انا معايا فردية في فردية، ولو معايا زوجية في زوجية الخلاصة. اذا كانوا الاثنين من نفس النوع، الاثنين فردي او الاثنين زوجي، الفانكشن النهائية تعتبر. ولو كانوا واحدة كده وواحدة كده يبقى الفانكشن النهائية. ايه بقى مدى الفايدة اللي في الموضوع؟ تعال نشوف بقى مع بعض. انت دلوقتي حسب القاعدة اللي معاك F of T اللي موجودة معايا ليها ثلاث أنواع مش هيخرج عنها. يا إما الـ F of T فردية، يا إما F of T زوجية، يا إما F of T لا زوجية ولا فردية، مش كده؟ مش هما دول الثلاث أنواع اللي اتكلمنا عليهم؟ يبقى الاف اللي موجودة معاك قد تكون فردية، قد تكون زوجية، قد تكون لا فردية ولا زوجية. ايه مدى الاستفادة اللي هتحصل عندي؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. لو انا كنت مدي لك اف حضرتك رسمتها كررتها طلعت جميلة زي دي او زي دي متماثلة حوالين الاوريجين، يعني الفانكشن بتاعتك فردية. هتفرق في ايه؟ بص كده معايا على التكاملات. لو الاف بتاعتك فردية يبقى التكامل الاولاني حضرتك بتكامل دالة فردية من ناقص ال لل، يبقى التكامل من غير حسابات حلو، يبقى مباشرة ايه نوت بصفر. كمان الاف بتاعتك فردية والكوزاين بطبيعتها زوجية، فردية في زوجية يبقى المحصلة اللي معاك، يبقى التكامل بتاعك يبقى كمان الـ AN بصفر. بينما التكامل ده بقى مش هيقدر يبقى هو كمان بصفر. الـ F فردية والساين فردية يبقى المحصلة، يبقى ده معناها ان احنا هنحسب فقط BN. وهنا بقى تظهر الفايدة العظيمة لفكرة ان حضرتك عارف نوع الفانكشن. مجرد انك عرفت ان الفانكشن فردية بخبطة قلم واحدة رحت قايل الـ A نود والـ AN بكام وهتحسب بس مين. وهنا سؤال بقى لوجيك، ليه؟ هل مجرد ان الرياضة بتقول ان التكامل للدالة الفردية بصفر؟ اقول لك انا حاجة تانية. بص كده، لما هيحصل معاك ان الفانكشن فردية ماشي كده وقلت ان الـ A نود بصفر والـ AN بصفر، يبقى انت دلوقتي هتعبر عن الفانكشن البريوديك الفردية بدلالة اللي هي تعتبر دالة فردية. ما ينفعش اعبر عنها بدلالة الكوزين الدالة الزوجية ولا بدلالة الثابت اللي ايضا يعتبر دالة زوجية. طب لو انا معايا الـ F of T زوجية هيحصل معايا ايه؟ وده هنفهمها اكتر. لو الـ F زوجية، ركز كده، الـ F زوجية هل التكامل ده بصفر؟ لا. الاف زوجية ايفن في ايفن هل هتتغير؟ لا. طب هنا بقى الاف زوجية والساين فردية المحصلة، يبقى ساعتها هيحصل معايا ان البي ان هو اللي بكام ونحسب الاي نود والاي ان. اقول لك تاني ليه؟
لو حصل دلوقتي ان الدالة زوجية فالرياضة بتقول لك ان البي ان بصفر. تعال نفهم الكلام ده هنا. لو البي ان بصفر اصبحت السمشن بتاع الساين مش موجود، يبقى انت بتعبر عن الدالة الايفن اللي معاك بدلالة الثابت والكوزاين اللي هما في الاصل فعلا دوال زوجية. الاخيرة بقى، اذا كانت الفانكشن اللي معاك لا زوجية ولا فردية، تفتكر اي تكامل من دول ممكن يبقى بصفر بشكل تلقائي؟ لا. يبقى ساعتها حضرتك في الحالة دي مضطر نحسب التلات ثوابت. للأسف ما عنديش اي طريقة اقدر اخمن بيها قيم الثوابت باي انسبكشن بمجرد النظر، لازم اضطر احسب الاي نود لوحده والاي ان لوحده وكذلك البي ان. خلاص؟ طبعا انت في سرك دلوقتي بتتمنى ان انا اجيب لك ايه؟ فردية. طبعا مثال صغير كده نختم بيه. F of T بتساوي T في الفترة من ناقص باي لغاية الباي، معايا دالة خطية موجودة خلال الفترة من ناقص باي لغاية الباي. الكمالة بتاعتها بيقول لك إن F of T زائد 2 باي بتساوي F of T. معنى الحتة دي إيه؟ إن أنت شغال مع بريودك فانكشن والبريود بتاعتها مقدارها 2 باي. المطلوب فاين فورير سيريز اكسبانشن، انا عايز اجيب المفكوك بتاع الفورير سيريز. خلاص؟ بص بقى الموضوع هيبقى هيتلخص ازاي؟ اللي هقوله ده دلوقتي هو اللي هيكمل بيه الشابتر، مفيش فكره ثانيه. ايه الموضوع كله؟ الستبس اللي معايا، واحد ارسم الفانكشن الاصليه اللي معاك. اثنين امسك الفانكشن اللي معاك وكررها على الاقل مره يمين ومره شمال. ثلاثة اعرف نوع الفانكشن ايفن ولا اود ولا نذر ايفن نور اود على حسب السيمتري اللي موجود معاك. بعد ما تعرف النوع ابدا اشوف بقى على حسب التيبل اللي معاك ده، هل هضطر احسب التلات ثوابت ولا هحسب ثابتين اتنين بس ولا هحسب واحد بس. يبقى الستبس اللي معايا اربعه، ارسم كرر حدد النوع وبعدين ابدا احسب قيم الثوابت. تعالوا نشوف الكلام ده. الخطوه رقم واحد، ارسم الفانكشن الرئيسيه معايا داله خطيه في الفتره من كام لكام؟ من سالب باي لباي، من ناقص باي لباي. يبقى خط مستقيم عايز ارسمه، يبقى انا عايز له كام نقطه؟ اتنين. وليكن عند نقطة الناقص باي بالتعويض يبقى اسمها سالب باي. النقطة ايه؟ احداثياتها سالب باي وسالب باي. عند، تعالوا كده نقسمها مثلا، ادي كده باي، 2 باي، 3 باي، 4 باي. دي التقسيمة بتاعتها. النقطة الأولى هي ناقص باي وباي أهي. النقطة الثانية عند التي بتساوي باي بالتعويض، يبقى دي عبارة عن إحداثياتها كام وكام؟ باي وباي أهي. نوصل ما بينهم الرسمة أهي. دي الرسمة الرئيسية. ناخد الفانكشن دي ونبدأ نعمل لها ريبيتيشن، تكرار يمين وشمال. هقوم واخد الخط المستقيم ده زي ما هو ومكرره بس بداية من مين؟ من البار. وناخد الناحية التانية بداية من الناقص بار. لو انت اخدت الرسمة دي وكررتها الناحية دي، انا عايز ارسمها خلال فترة مقدارها كام؟ 2 بار. يبقى هتترسم كده. ده التكرار بتاعها. واحدة كمان شمال،
هاخد الخط وارسمه الناحية التانية. يبقى هبدأ من ناقص باي اهو وهنزل كده وتخلص عند سالب 3 باي. يبقى انا كده عملت خطوتين، رسمت وكررت يمين وشمال، خدت الرسمة بالظبط حطيتها يمين وكمان مرة حطيتها شمال. الرسمة دلوقتي بعد ما عملت لها ريبيتيشن، بعد ما عملت لها تكرار، حضرتك دلوقتي شايف تماثل من اي نوع؟ انا شايف دلوقتي ان انا عندي هنا مثلث على اليمين فوق وعندي واحد زيه بس تحت. يبقى انت دلوقتي شايف سيمتري حوالين محور الواي ولا حوالين الاوريجين ولا مفيش سيمتري خالص؟ حوالين. وبالتالي يبقى الفانكشن اللي معاك دي تعتبر ايه؟ يبقى انت كده عملت ثلاث خطوات مره واحده في الرسم، رسمت كررت حددت ايه؟ النوع. وبناء على معرفتك بالنوع ان الاف اللي معاك طلعت فرديه، يبقى ده معناها مباشره ان الاي نود بصفر وكمان الاي ان بايه؟ بصفر. الصوت لو سمحت. يبقى مجرد ما عملت كده عرفت ان الاي نود بصفر والاي ان بصفر، كل اللي باقي لي بس احسب التكامل بتاع مين؟ البي ان. تكامل بتاع بي ان. خد بالك بقى معايا لو سمحت. هي ال معاك بكام؟ البريود ب 2 باي على 2، يعني ال بتساوي باي. يبقى ده معناها دلوقتي، خد بالك معايا لو سمحت، البي ان على حسب التعريف بتاعك هتبقى ايه؟ 1 على ال، 1 على باي. تمام؟ بعد كده التكامل من ناقص باي الى باي. اف اوف تي اللي هي تي مضروبه في ساين ان باي تي على ان، حيث ان اللي معاك بتساوي باي. يبقى ان باي تي على باي تبقى اسمها ساين كام؟ انا عملت ايه؟ رحت جاي على القانون اللي معايا وعوضت عن كل ال بباي، يبقى 1 على باي من ناقص باي لباي، عوضت عن الاف بالتعريف بتاعها ساين وكمان عوضت عن ال. خد بالك بقى من ملحوظه اخيره، انت دلوقتي عرفت ان الاف بتاعتك تعتبر داله فرديه والساين في طبيعتها داله، يبقى المحصله اللي معاك اصبحت داله زوجيه. يبقى التكامل ده ازاي بيتم تبسيطه؟ حضرتك هتقوم ضارب التكامل ده في 2 وتخلي التكامل ده في الجزء الموجب، يعني من اول الصفر لغايه، لان كل دي داله فرديه وداله فرديه، يبقى المحصله اصبحت معاك زوجيه. كل المطلوب بس منك انك تطلع التكامل ده وتعوض بالحدود، يبقى هي دي قيمه مين؟ البي ان. وده اللي احنا ان شاء الله هنكمله مع بعض بعد الميد تيرم.